لأن الإنسان يحسن الظن بمن رأى منهم المعروف من أهل الدنيا وهو معذور على ما ظهر لهم ظهر له من حالهم من ظاهرهم، فكيف الظن برب العالمين جل جلاله؟ قوت عظيم للقلب أن يحسن العبد الظن بخالقه وسيده ومولاه. فإذا عمل الصالح، إذا فعل، إذا مر ذات يوم على مسكين في الطرقات وهو يعلم أنه لا أحد يراه ليخبر عنه وليس في نيته أن يذكر صنيعه هذا لأحد، وما أراد بصنيعه إلا وجه الله، فأدخل يده في جيبه فأخرج ما كتب الله له أن يخرج ثم وضعه في يد ذلك المسكين، من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله سيوفيك هذا يوم تلقاه. هذا من حسن الظن.